السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. غادي نكملوا السلسله ديالنا على لادريساج اي بي في 4. في هذه الحلقه غادي نهضر على لي كلاس دي زادريس اي بي في 4. عندنا خمسه ديال لي كلاس. غادي نبداو بلا كلاس الاولى اللي هي لا كلاس ا. دونك بالنسبه للا كلاس ا باش نعرفوا واش واحد لادريس كتنتمي لهاد لا كلاس هادي، كنشوفوا لو برومي اوكتي، دونك لوكتي الاول. بالنسبه للوكتي الاول الا كانت القيمه ديالو محصوره بين 0 و 127، دونك كنقولوا بان هاد لادريس سي اون ادريس اللي كاينه في لا كلاس ا. دونك 127 كما عرفتوا راه سي اون ادريس دو بوكلاج. دونك هنايا باغ اكزومبل عندنا لادريس 10001 خدات كوم ماسك بار ديفو 255000، بمعنى ان لو ماسك بار ديفو ديال اون ادريس اللي كاينه في لا كلاس ا اللي كيتعطى لها اوتوماتيكمون هو /8. دونك لي زادريس اللي غادي يكونوا عندي ديسپونبل هنايا هما لي زادريس اللي كيبداو من 0000 باصغر قيمه حتى 127 255 255 255. دونك هنا الا شفنا مزيان، الا بغينا نعرفوا لو نومبر ديال لي ماشين اللي غادي يكونوا عندي في ان ريزو دو كلاس ا، دونك شحال غادي يكون عندي لو نومبر دو بيت اللي كاينين في لابارتي اوتو 24. دونك غادي يكون عندي لو نومبر ديال لي زادريس اي بي فاليد غادي يكون هو 2 أس 24 - 2، وهذا عدد كبير بزاف. ندوزو دابا لا كلاس بي. لا كلاس بي عاوتاني غادي نشوفو لو برومي اوكتي. الا كان لو برومي اوكتي محصور بين 128 و 191، كنقولو على لادريس انها سي اون ادريس اللي كاينه في لا كلاس بي. دونك الا شفتو مثال باغ اكزومبل تما عندنا 172 16، 172 محصوره بين 128 و 191، دونك هاد لادريس هادي كاينه في لا كلاس بي. دونك الا شفتو تما مزيان لو ماسك اللي خدات هو 255 255 00 اللي هو /16، هذا هو لو ماسك بار ديفو ديال اون ادريس دو لا كلاس بي. دونك لي زادريس اللي غادي يكونوا عندي هنايا هما لي زادريس اللي غادي يبداو 128000 حتى 191 255 255 255. هنايا الا شفت لو نومبر دو بيت اللي كاينين في لاباسي اوتو 16 بيت، دونك لو نومبر ديال لي ماشين اللي غادي يكونوا عندي في ان ريزو دو لا كلاس بي غادي يكون هو 2 أس 16 - 2. عندي 16 بيت في لابارتي ريزو، دونك غادي يبقاو عندي 16 بيت في لابارتي اوت. دونك لو نومبر دادريس اي بي فاليد اللي غادي يكونوا عندي في ان ريزو اللي كينتمي لا كلاس بي غادي يكون هو 2 أس 16، اللي هو لو نومبر دو بيت في لابارتي اوت ناقص 2، اللي هما لادريس ريزو ولادريس دو ديفيزيون. الى دزنا لا كلاس سي، لا كلاس سي كنشوفو ديما لوكتي الاول. دونك الى كان لوكتي الاول محصور بين 192 و 223، كنقولو على لادريس انها سي اون ادريس اللي كتنتمي لا كلاس سي. الى شفتو مثال تما عندنا 192 168 01، عندنا لوكتي الاول 192 محصور بين 192 و 223، دونك هذيك لادريس كتنتمي لا كلاس سي. وكما كتشوفوا لو ماسك اللي خدات بار ديفو هو 255 255 255.0، دونك هنايا خدات لو ماسك بار ديفو /24. دونك اون ادريس دو لا كلاس سي اوتوماتيكمون كتاخد لو ماسك /24. دونك هنا لي زادريس اي بي اللي غادي يكونوا عندي في لا كلاس سي كيبداو 192.0.0.0 حتى 223 255 255 255. هنايا الا شفت لابارتي ريزو فيها 24 بيت وبالنسبه لابارتي اوت فيها 8 ديال لي بيت، دونك لو نومبر ديال لي زادريس اي بي فاليد اللي غادي يكونوا في ان ريزو اللي كينتمي لا كلاس سي غادي يكون هو 2 أس 8 - 2. 2 أس 8 هي 256، ناقصنا منها 2 وتعطينا 254، وبالتالي ان ريزو اللي كينتمي لا كلاس سي ما يقدر يعطينا الا 254 ادريس وماكسيموم. لي كلاس ا و بي و سي هادو كنخدموهم بوغ لي كومونيكاسيون او مونو ديفيزيون في لي ريزو انفورماتيك ديالنا. فاش كيبغي ان اورديناتور يهضر مع ان اوتر اورديناتور غادي نعطيولو اون ادريس اللي كاينه في لا كلاس ا ولا في لا كلاس بي ولا في لا كلاس سي بيان سور، وتكون في لا بلاج دي زادريس فاليد. هاد لي زادريس ممكن نعطيهم بيدينا، يعني ممكن ندخل ان اورديناتور ونعطي لادريس اي بي مانويلمون، وممكن اننا نخليو لي ماشين ياخذوهم دون مانيير ديناميك ولا دون مانيير اوتوماتيك من عند ان سيرفور دي اتش تي بي. ندوزو لا كلاس دي. لا كلاس دي هي واحد لا كلاس كتسمى لا كلاس دو مولتي ديفيوزيون. فنشوفو ديما لوكتي الاول الا كان محصور بين 224 و 239، غادي نقولو على لادريس انها ساتون ادريس اللي كتنتمي لا كلاس دي ولا لا كلاس دي زادريس دو مولتي ديفيوزيون. دونك انا مشيت نعطي اون ادريس دو لا كلاس دي لورديناتور ديالي. دونك هنايا الا طابيت لا فالور 224 كيقول لي 224 ني با اون انتري فاليد، فوي سبيسيفي اون فالور كومبريز انتر 1 اي 223، يعني كيقول لي خصك تدخل واحد العدد محصور بين 1 و 223، يعني اون ادريس اللي كاينه في لا كلاس ا ولا بي ولا سي. ما يمكنش نعطي اون ادريس اي بي من لا كلاس دي لا ماشين دو مانيير ستاتيك.
دونك هنايا لا بلاج دي زادريس دو لا كلاس دي كيبداو من 224.0.0.0 حتى 239 255 255 255. نشوفوا بعض الاستعمالات ديال هاد لي زادريس اللي كيخدموهم. باغ اكزومبل هما لي بروتوكول دو روتاج. قلنا بان لي زادريس دو لا كلاس دي كيتخدموا بوغ لا ملتي ديفيزيون، يعني مثلا واحد المجموعه ديال لي بيريفيري كيبغيو يهضروا مع بعضياتهم كيخدموا لي زادريس دو لا كلاس دي. باغ اكزومبل بحالاش كاين لو بروتوكول ريب فيرسيون 2 كيما غادي نشوفوا في لا فورماسيون ديال سي سي ان ا جوج. دونك عندنا ريب فيرسيون 2 كيخدم بلادريس 224.0.0.9 باش كيصيفط لي ميزاجور دو روتاج لي روتور اللي قرابين ليه. هاد لادريس 224.0.0.9 مخصصه لو بروتوكول دو روتاج ريب فيرسيون 2، وبالتالي غادي يهضروا بها غير لي روتور بثلاثه اللي فيهم الريب فيرسيون 2، ما يقدروش يهضروا مع لو روتور اللي عنده لو بروتوكول او اس بي اف واللي خدام ليه باغ اكزومبل. هذا حيت هذاك عنده ان اوتر غروب دو ملتي ديفيزيون، عنده دو زادريس وحدين اخرين كيخدم بهم. ندوزو لا كلاس او. لا كلاس او ديما غادي نشوفو لوكتيل الاول. عندنا لوكتيل الاول الا كان كيبدا من 240 حتى 255 كنقولوا على لادريس اي بي انها سيتون ادريس اللي كاينه في لا كلاس او. هاد لا كلاس كنسميوها لا كلاس اكسبيريمونتال. لا بلاج دي زادريس اللي غادي يكونوا فهاد لا كلاس كيبداو من 240.0.0.0 حتى 255 255 255 255. دونك هنايا الا جيت نعطي اون ادريس باغ اكزومبل 240 لورديناتور ديالي ما غاديش يقبلها، ديما غادي يقول لي خصك تدخل اون فالور اللي محصوره بين 1 و 223، يعني لي كلاس ا بي و سي. دونك هاد لي زادريس كيما قلت كنسميهم دي زادريس اكسبيريمونتال، كنخدموهم بغرض البحث والتجربه، ما كنقدروش نعطيهم لدي ماشين، ولكن هاد القضيه ممكن تتغير مع الحاجه لي زادريس اي بي في المستقبل. كنتمنى انكم تكونوا فهمتوا مزيان هاد لا نوسيون ديال لي كلاس. نشوفكم في الفيديو الجاي إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.